شبيبة القبائل استقبلت في هذه الجولة التاسعة وأمام مدرجات شاغرة على أمل طرد نحس التعادلات الذي لازم الشبيبة منذ بداية الموسم، فكانت البداية بهذه الكرة التي تصدى لها ماتاش من جانب مولودية وهران التي تمكنت من خطف هدف السبق في الدقيقة 29 عن طريق سويبح براسية ممتازة يخادع الحارس عسلة، هدف أقلق كثيرا الرئيس. الدفاعية تكررت فكادت المولودية إضافة الهدف الثاني في المرحلة الثانية. أعلن الحكم عاشوري عن ضربة جزاء لصالح الشبيبة. لقت احتجاجات من قبل عناصر فريق مولودية وهران وعدم رضا تام من قبل المدرب عمر بلعطوي الذي أكد بأنها ضربة جزاء خيالية. علي ريال من جانب الشبيبة لم يعدل النتيجة بما أنه ضيع ركلة الجزاء، وكذلك فعل المهاجم بولعويدات بعد ان خرج وجها لوجه مع الحارس ماتاش، ضيع ما لا يضيع في هذه الكرة، فكان رد فعل رئيس شبيبة القبائل بهذه الكيفية. شريف حناشي بما ان فريقه لم يتمكن الى حد الان من تحقيق الانتصار منذ بداية الموسم على ارضية ميدانه، المولودية الوهرانية اكملت اطوار المباراة بعشرة عناصر. المتابعة من زيايا المدافع من على خط المرمى ينقذ الموقف، ثم انطلاقة في هجمة معاكسة من شمس الدين نساخ الذي ضيع على فريق فرصة تعميق الفارق. فجاءت الدقيقة 91، التعادل هو الخامس للشبيبة على أرضية ميدان هذا الموسم. قضايا شبيبة القبائل، شاهدنا صور اسمها شريف حناشي بطريقة تعكس الحالة، وكأنه في بعض الأحيان الحظ وأشياء كلها ضد هذا الفريق الذي ينتظره الكثير وتتمنى أن يعود إلى الواجهة. هاي صورة ترى شبيبة القبائل. لا دي فا سافي دلا بان دو فوا هكذا دونك مالوغوزمون. Mais il faut toujours garder espoir, le football est encore plein de surprises. Comme ça j'avais dit là au début, Inch'Allah d'ici là, ça va se libérer, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur à derrière, qui va donner un petit peu une âme, puisque l'équipe à derrière est l'absence d'âme. Donc tu fais un malusement, on dirait l'équipe elle est inexistante, mais Inch'Allah avec le temps, il ne faut pas perdre espoir. Mais بدون جمهور ما فازتش. حكم يصفروا ضدها ضربة جزاء ما فازتش. جو ديزيكو في الماتش هذايا باك سي الميور ماتش اللي داروا جوسكا ميتنون. قالوا لي بلي اون دوزيام ايتون يافي تخي تخي بون رياكسيون. موسى سفيان حيدوسي راح يعطيهم جرعة أكسجين لأنه عنده خبرة ومر ثاني بس هذا ليسبور اللي كاين سيك يافي دو لا مانيير يافي دي زوكازيون. ضربة الجزاء موسى واش راك تشوف منا وحكيم واش راكم تشوفوا منا؟ جاوبوني قبل انتم من الاولين واش راك تشوف انت ادرى منا لا لا بصح حاولين نعطفوا عليه اليوم نعطفوا عليه قصفناه بالثقيل انا شفت حاكم اعلن عن ضرب الجزاء شفت لا كره لا لاعبين خاصة باي لقطه سكريني تاع الكره هات دخلت هل تجاوز الخط ام لم تتجاوز اذا كان هاي لك الصوره سكريني لم شوف لم تتعدى الخط